في الاول قعدت تليل حبه كده والحبه دول انا قاعد عمال سرحان في التليل بتاع سيادتك، وقاعد عمال بقول في 70% من اللي بيغنوا دلوقتي، 70% وممكن يبقى العدد اكتر من كده، من اللي بيغنوا دلوقتي ما يعرفوش يدوا ليل واحده مني. عم الله يبارك لك انت عشان حبيبي بس يعني، وحياه امي بامانه. حلو، ربنا يصلح حاله، مش دي القصه. ماشي، انا بقى القصه ايه اللي ما بيعجبش محمد عدويه في الميوزك سين، في المشهد الموسيقي دلوقتي؟ انا التمثيل، يعني خدعه، بمعنى افصح قبل. انا صريح اهو، انا هقول بص، اولا انا ما بطلعش كتير اتكلم في التلفزيون انت بتشوف او في البرامج يعني. صحيح. انا ما بحبش الخداع يعني، ما بحبش اقعد امثل على الناس كتير وبتاع، ما بحبش الناس الخداعين، بس ما بحبكش تكذب على الناس. بتحس في ناس بتطلع تكذب تلاقوا يعني واخد بالك، يمثل تمثل شويه وتقول اصلا وكنت وبتاع وما كانش يعني، الحاجات دي بتضايقني الحقيقه. انا صريح وواضح، قصص المعاناه المبالغ فيها دي ما حصلتش. لا مثلا لا لا لا، طب ليه؟ يعني خد بالك حاجات في المزيكا ملائكيته المطلقه دي برضو مش حقيقي. لا دي جايه من ناس تانية وبتاع وحاجات يعني، ما طب ليه؟ فاهم؟ ده المشهد اللي ما بيعجبنيش. هنتكلم انا وانت هنخش مع بعض. أيوة. لا والله انا ما بخبطش في حد، بس انا احنا مش شغالين نفسنا باسماء، انا بتكلم احنا شغالين نفسنا بظواهر. سيبك من الاسماء، مش مشغولين بيها. لا لا لا، انا ما بحبش بس الخداع الفني، والناس بتالي عارفه كده، بعض ان كل الناس عارفه الحمد لله العبد لله يعني، اللي انا مش بتاع مش بتاع بطلع اتفاخر واطلع احاول احبكها قوي. حتى انا في لبسي ما احبش احبكها خالص، ولا في شكلي، وما احبش الطبيعي العادي. انا بحب الطبيعه، ما بحبش الاوفر المبالغات بتاعه اللي هو لا. يقول لك لبس زي لبس النجوم، ما بتعملش كده. دي اللي بتبرق بتلمع اللي هو ايه لبس النجوم يعني؟ يعني اعمل ايه؟ بني ادم المفروض اللبس اللي بيلبسه الطبيعي بتاعه يعني هادي. النجوميه هو الابداع مش المظهر. حياتك فعلا طول الوقت ما حدش يعرف عنها حاجه خالص، شغلك بس. انا بس استاذ احمد ربنا يديله الصحه كانت نفس القصه. يعني احنا عرفنا محمد عدويه لما محمد بدا يغني بس، لكن قبل كده كل اللي نعرفه الاستاذ عنده ولد وبنت وزوجه. سلام عليكم. خلاص يعني ما فيش داعي بالمبالغه. بص البساطه حلوه، والاستاذ علمنا البساطه والتواضع. مش مهم تركب ايه، مش مهم تلبس ايه، المهم انت صوتك عامل ازاي، موهبتك فين، اعمل شغلك صح. لا مش يعني هو ما يعمل شغلك صح، وركز في الحاجات دي. تركز في المظاهر، عشان كده طلعنا ببساطه الحمد لله. انا واختي كده ما شاء الله، وابني كده برضو الحمد لله. عنده قد ايه؟ بسيط. احمد عنده 12 سنه ما شاء الله. ناوي يكمل غنى ولا عنده احلام تانية؟ بيلعب كوره حلو كده، بيتدرب كوره وسباحه ناوي يكمل رياضه؟ ان شاء الله. ولا ناوي يكمل غنى؟ اما اشوف بقى هو عايز ايه، ما تعرف في سن معين ما تعرفش تحدد، فجاه يخبي لك حاجه ويظهر. ايوه انت عملت كده برضه صح؟ انا عملت كده. لا بس انا كنت باين وانا صغير، كنت بطبل وحاجات زي كده. غاوي انا غاوي فن. ايه اللي شايلك الهم يا محمد؟ انا يشيلني الهم؟ ايه اللي شايلك الهم؟ ان يبقى ابويا مش مبسوط على امي، ربنا يا رب ومراتي واهل بيتي يعني. العيله اللي تمام انا العيله تمام. تمام انا تمام، ممكن انا اشيل اي حاجه لو هم لا، غير كده مش مهم. لا لا لا، وصحتي الحمد لله. الصحه دي احلى حاجه. طبعا بص. طبعا لا ربنا ديم علينا نعمه يعني. والله طبعا. بيني وبينك مش كل حاجه الفلوس ولا الحاجات دي. لا شفنا كتير الاستاذ مولودين الحمد لله. الحمد لله مع احمد عدويه. مفيش حد انا في رايي يعني اتسمع واتحب زي قد عدويه. ظاهره يعني اتحب، مش هتكرر يعني تاني. هتقول لي اصلي اقول لك الناس حبت صوته بس ما حبتوش. انا دايما هو اتحب، هو محبوب، عمر ما حد كره الراجل ده خالص الحمد لله خالص. كل الناس بتحبه سبحان الله يعني، وعمرنا ما سمعنا ان هو كره حد.
ولا اتخانق مع حد، لا لا لا، ولا عمل مشكله مع حد، مفيش عداء بينه وبين حد، وطول الوقت الدنيا حلوه وجميله وكل الناس حلوه. الحمد لله بيتعامل بطبيعته، طبيعي، بني ادم طبيعي جدا. ده هو حته سكر، اه الحمد لله. حته سكر هو كان معانا، فاكر انت من طبعا طبعا طبعا. هو دي حاجه، دي حلقه نسي ده الاستاذ ده، اصل هو اذا ما بقولك مفيش الأستاذ حد فعلا. محبوش الاستاذ فعلا، مفيش حد محبوش. لا غني عايش لغايه دلوقتي جدا سبحان الله يعني، واللي عاوز يبان ويلعلع يطلع يغني معاه مع دوايه يعني طبعا. فاكر رامي عياش وابو، اي حد عاوز الناس تجري ورا غنوته هيروح يعمل اغنيه مع الاستاذ مع دوايه بس، ويقول اي حاجه فيها بس. رايك بكده دي اسطوره والله، اسطوره، اسطوره مختلفه، واسطوره طلعت في وسط عمالقه واثبتت وجودها، وطلع برضه بلون جديد على دوايه. خلي بالك لون جديد اتسمع من المغرب لحد العراق، وعند كل الاجيال عارفين اغانيه ويغنوها ويطلبوها. ايوه كله الحمد لله. عدويه، العدويه ده حاجه موهبه كده غريبه سبحان الله بجد، مش عشان انا مش هقدر اتكلم اكتر. هتقولي شتك مجروح انا عارف، بس أيوة هو مفيش حد فينا احتك بيه، ولا في حد حتى في المشاهدين شافه. يا راجل يعني لما يبقى يطلع في فيلم مثلا مع الله يرحمه رب سمير غانم والله يرحمه محمود عبد العزيز، وهو ما هوش ممثل اصلا، ده راجل، فيطلع مفيش مره يقول جمله غير وتلاقي الناس بصله ومسخسخ، عاوز يطلع شرير، مش عارف، مش عارف شرير، مش عارف شرير، لا لا لا، حبوب، دمه خفيف جدا بالفطره، دمه خفيف ما بتصنعش يعني، هو كده افهنجي، هو خلقته كده، اه سبحان الله، عفوي جدا. والناس ما بتزعلش منه لو قال لاي حد اي حاجه، ولا اي حاجه، كله هيضحك. اه طبعا اللي هيقوله الاستاذ يبقى ضحك. طبعا طبعا، لان هو كمان بيرمي الحاجه، حتى لو عاوز يلومك على حاجه يروح يلومك بطريقه لطيفه وحلوه. أيوة. وجميل نفسك قاعد عمال بتضحك، كله حاضر. ايوه طبعا، اه اه مفيش، مش ما بيكلفش كده يعني، ما حققش الدنيا، لا 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 خالص، عشان كده ربنا كرمه.